السلام عليكم، كنتمنى انه تكونوا كاملين بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا هذا الفيديو، مرحبا بكم معايا في قناتي، قناه حنا لايف. اليوم غادي نقوموا بتحضير وصفه شوربه السبانخ والبطاطس. خليكم معايا باش تعرفوا على المقادير الاخرى نحتاجو وكذلك طريقه التحضير. اول حاجه غادي نبداو بها، عندنا هنايا طنجره غادي نديرو فيها شويه ديال زيت المائده، بصله خضريه قطعتها هكا طريفات، غادي نشحرها مزيان. في هذه الاثناء اللي انا كنشحر فيه البصله الخضريه، فانا دايره الماء باش انه يغلى يطلع ربحاني الوقت. دابا ملي هبطت البصله هكا شويه، فاحنا غادي نضيفو البطاطا قطعتها هكا طريفات صغار باش ما تاخذش ليا بزاف ديال الوقت. راكم عارفين بانه في رمضان ما كيكونش الوقت بزاف، خصوصا بالنسبه للناس اللي كيكونوا خدامين ما كيخرجوا حتى ديك 3 ونص و 4. فهذه فكره من الافكار اللي نقدروا نديرو كشوربه للفطور. دابا غادي نبداو نضيفو في العطريه. هنايا عندي الخرقوم البلدي، شويه الابزار، الملحه نديرو فقط القياس، نقلو منها حيت السبانخ هما اصلا مالحين، نتابعو من هاد النقطة. حركت ونسيت ما درتش التحميرة. دابا ما بقى لينا الا نديرو الماء لي قلت سابقا انه درتو باش يكون سخون. درت فقط القياس حيت كاين عناصر اخرى اللي هي كتلق الماء، غادي نديرهم من بعد. دابا غادي نغطي عليها، نخلي البطاطا طيب نص طيبه ونعاودو نرجعو من بعد. ملي طابت البطاطس شويه او البطاطا، فانا غادي نضيف القرعه خضراء قطعتها هكا بالقشره ديالها كما كتشوفوا، ما قشرتهاش حيتاش فريشكو مزيانه، نستافدوا من فوائد ديالها. السبانخ كذلك غسلتهم وقطعتهم هكا قطع صغيره، والفلفله خضراء غادي نضيف هاد العناصر كاملها. نحركوا هكا مزيان باش تشرب هذيك العطريه اللي درنا. إذا لاحظتوا فانا ما درتش ضامه ديال البنه وما درتش كذلك المركز الطماطم، انا كنفضل انه ما نديرهمش، اللي كيبغي كاضافه يقدر يضيفهم. دابا ما بقى الا انه نغطي عليها ونخليها تكمل الطياب ديالها، اعتقد واحد 15 دقيقه هكاك على ابعد تقدير باش طيب مزيان البطاطا وكذلك القرعه خضراء اللي درنا والفلفله، ونعاودو نرجعو لكم من بعد. بعد ما طابت الشوربة فأنا غادي نطفي عليها وغادي نضيف آخر عنصر اللي هو معدنوس، غيطيب فقط بهذاك البخار اللي مازال كيطلع. غنخليها تبرد مزيان، نطحنها ونعاود نرجع لكم من بعد باش نشوفوا الشكل النهائي كيفاش غادي نقدموها. رجعنا لكم بعد ما بردت شوربه السبانخ والبطاطس وطحنتها، قدمها على هذا الشكل مزينه بالسانوج والحبه السوداء، ونقدموها بطبيعه الحال مع التمر. الشكل ديال الشوربه كيجي هكا. اللي بغا فممكن انه يطحن معاها الفرماج سواء مثلث او لا مربع،
الا ما كانش نقدروا نديروا حتى القشده الطريه، كتبقى مساله اختياريه ماشي ضروري، ولكن اضافه كتكون اللي هي مزيانه بزاف. نتمنى انه الوصفه تكون نالت اعجابكم، جربوها، ردوا عليا الخبر في التعليقات كيفاش جاتكم، وما بقى لي الا نقول لكم طلعوا فريزكم الى فرصه قادمه ان شاء الله.